ومن مبارزات تجربة هي الأولى في المغرب، مدرسة بطابع إيكولوجي. قد تتساءلون كيف؟ ببساطة شديدة، المدرسة تتوفر على أقسام بنيت على النمط التقليدي الخالص، والكلفة كانت باهظة أزيد من 450 ألف درهم. المتابعة من ورزازات لعبد اللطيف بن طالب ملوزي سنت. هي مدرسة فريدة بالمغرب، لأول مرة أقسام تشيد على النمط التقليدي في البناء بالمنطقة، أي بالطين والخشب. الطريقة ديال التشييد اللي هي طريقة عتيقة و تستعمل منذ القدم بهذه المناطق، وبالتالي فهي مدرسة تدخل في الإطار البيئي ديالها، تتجانس ومناسبة للبيئة ديالها. سهر على هذه التجربة مؤسسة فرنسية وجمعية محلية بكلفة إجمالية وصلت إلى 450 ألف درهم. C'est la première école bioclimatique au Maroc. إنها أول مدرسة ذات طابع بنائي بيئي، لأنها مبنية بالطين، ما يعني أن أقسامها تكون دافئة شتاء وباردة صيفا، وهو بناء تقليدي مغربي منذ آلاف السنين. Tradition millénaire, hein, c'est les artisans d'ici savent faire depuis toujours. Favoriser le développement des jeunes. تطوير مسار الشباب ومنحهم فرصا تدريسية جيدة كان هدفنا. فمؤسستنا ألفت الاشتغال في مثل هذه المبادرات عبر التراب المغربي ككل. Savoir que on a entrepris d'autres initiatives dans le royaume. مدرسة الخامسة بسكورة، أنموذج مدرسة سيستفيد منها ما يفوق 170 تلميذا وتلميذة من خلال الدراسة في جو بيئي صرف.